هاد البلاصة اللي جربنا اليوم كاينة أنفاس مع التوين في كازا، ولكن الجديد اللي كاين هو أنه ما بقاتش قهوة، ولات مطعم 100% لبناني. عندهم لانيماسيون في الويكاند، ولكن مع الأسف ما طلقيناش معها. فيما يخص القص، خدينا ساندويتش شاورما مع لي فخيت تمن 35 درهم، وجربنا حتى ساندويتش كباب لبناني تمن ديالو 35، حتى هو كيجو مع لي فخيت. جربنا أيضا الكباب بولي لو بخي ديالو 30 درهم. المذاق ديالهم كاملين كان زوين. ودابا نشوفوا المقبلات، تقريبا كاملين كيديروا 35 درهم للتبصيل، ما احنا خدينا فورمول 350 درهم تاع جوج الناس. فيها هاد الشيء كامل اللي قدامكم، اش منك يا مشاوي، واش منك يا حمص، واش منك يا بابا غنوج، محمره كبه والفلافل ولا ايحه طويله، ما تقصي. واليوم خديت كنافه اللي شحال ما كليتها، الثمن ديالها 45 درهم. ايوا هذا الجهد، الله يجعل شي بركه. قصص الفريق ديالو كيقدموا ليكم تحيه قصصيه.